يا مساء الجمال عليكم متابعين كلمتين مع شيماء، ازيكم كلكم يا حبايبي؟ منوريني كلكم، مشرفيني. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، هنخش في الموضوع على طول. بيت العيله والاطفال في بيت العيله والمشاكل اللي بتيجي من ورا العيال. بصراحه انا شايفه ان المشاكل مش بتيجي من ورا العيال، هي بتيجي من ورا الامهات، تمام؟ ودي مشكلة رهيبة جدا يا جماعة. مش عارفة ليه أنا حاسة في مجتمعنا في مثل هذه الظروف العصيبة أن الأمهات بقت بغل شوية. يعني تلاقي مثلا العيال بتلعب مع بعض مع أولاد عمهم والكلام ده كله، فتلاقي ولا مسك التاني زقه، مش عيال بتلعب مع بعض فمسك التاني زقه، أنت بتزقه ليه؟ وتروح ماسكه الولا من ودانه ومن شعره وجايباه، وهي عايزة الواد يتضرب يعني يتضرب، يعني لازم توصل لأمه أنت هتضربيه يعني ما تضرب، وما ترتاحش وما تتكيفش غير لما أم الولد تمسك الشبشب وتديله ضربتين ثلاثة. هي كده بس قعدت بقى تشرب سيجارة في البلكونة ومبسوطة. في يا جماعة دول كلهم أطفال، وابني زي ابن غيري، زي ما حبش إن ابني يتأذي ولا يتضرب، ما حبش برضو ابني غيري يتضرب. يعني مثلا أنا دلوقتي، أنا كنت عايشة والله العظيم يا جماعة في بيت فيه 14 جارة، إحنا كنا 14 واحدة ما شاء الله تبارك الله، اضربوا بقى في 3 عدد، كل واحدة عندها 3 عيال أو عيلين. فبسم الله الرحمن الرحيم كانوا أطفال كتير جدا، وكان عندنا حوش كبير في البيت، وكان كل الولاد بينزلوا يلعبوا تحت. ألاقي ده ضرب ده وده ضرب ده، نروح عاملين إيه؟ تيجي مامته مثلا، الولد ضرب ابني بيحدف خشبة كده، راح جاية في دماغ ابني، فراحت مامته أي ما تضربه، رحت ماسكة إيدي قلت لها والله ما أنت ضرباه، في إيه؟ هو أكيد ما يقصدش إن هو يجيب. يا ستي والله يقصد، معلش أدام حصل خير خلاص، والله ما أنت ضرباه ولا مد إيدك عليه. ابتدت والله هم كلهم اتعلموا كده، ما بقيناش نزعل من بعض ابدا. انتوا عارفين لو دي ضربت خلاص انا هشيل منك بقى، ما انت عايزه ابني يتضرب. ما ارتحتش يا اخويا لما ضربت لها الولا، لما خدت لها حق ابنها، ومش عاوزه تطلع تشتكي لجوزها، ودي تطلع تشتكي لجوزها. يا جماعه دول اطفال، حتى لو ضربوا بعض ولا زقوا بعض، مصير الاطفال بيضربوا بعض بيزقوا بعض، عينيهم ايديهم حنينه على بعض زي ما بيقولوا. المشكله في الامهات، ما تشيلوش من بعض وما تغلوش من العيال الصغيره. شايفه ان الولد قل ادبه قوي، امسكيه كده بالراحه، تعالى يا حبيبي انت بتضربه ليه؟ مش تبقى لعبه حلوين، مش انا بحبك، خد بونبونيه هي يا سيدي، تبقي معاكي شويه بونبوني كده في جيبك وانت نازله عند حماتك، شوكولاته كده بشيلن، خد يا حبيبي البونبونيه دي يا حبيب قلبي، بس ما تضربوش بعض، ما تتخانقوا، يلا بوسوا بعض، يلا احضنوا بعض، يلا خليكوا حلوين مع بعض، انتوا اخوات. ودايما ما تمسكيش في كلمه ده ابن عمك، ده ابن خالك، ده ابن، دايما قول لهم انتوا كلكم اخوات. انتوا كلكم ما دام عايشين في بيت واحد يبقى انتوا والله كنا جيران مش قرايب، وكنت اقول له ادي لاخوك زياد كذا، شوف اخوك احمد هيشرب ايه وهات له عصير زي ما هتجيب لنفسك، بعت تجيبي لابنك حاجه حلوه، ما يجراش ادفعي فلوس قولي له جيب لكم كلكم يا حبيبي، افرحوا كلكم، هاتوا كلكم شيبس. هتلاقي سلفتك هتعمل نفس الموقف المره الجايه، انت جبتي وجبتي للكل، هتروح هي كمان قايله لابنها هات للكل، العيال هتحب بعض وهيبقى ما بينهم موده وحب. حد ضرب التاني، بلاش يا جماعه بالله عليكم الغل، انتوا فاهمين ازاي؟ ده انا لازم اخد حق ابني، ده لازم يتضرب، يعني لازم يتضرب. طب انا هقول لعمك يعلقك في الفلكه ويديك بالعصايه ويديك بالخشبه اطفال يا جماعه، والله والله اطفال، وبيحبوا بعض وعارفين بيتخصموا دلوقتي دقيقتين اتنين، وتلاقي العيال كلها اتصالحت ورجعت عايز تلعب مع بعض تاني. ما نفش بقى الا الكبار هم اللي زعلوا من بعض، انتوا فاهمين ازاي؟ يعني الاطفال بيعملوا فيكم مقلب، هم بيتخانقوا وبيتصالحوا بعد دقايق، وانتوا اللي بترجعوا تشيلوا من بعض. فليه كده؟ تعالى يا حبيبي ما تضربوش. لقيتي بقى لا قدر الله حاجه خطر، حد زق التاني زقه لا فعلا ممكن تموته ولا كده، اشخطي في الاثنين، ما تشخطيش في واحد عشان ما تجرحيش حد، امسكي الاثنين، لا اللعبه اللي انتوا بتلعبوها دي وحشه، وتوقفوا عنها فورا ما تلعبوهاش. فاهمة ازاي؟ لكن كده ومتعلموا الولاد بدام عايشين في بيت العيلة ما يشتموش بعض، ده ما يقولش لده يا كلب فالتاني يرد عليه يقول له يا حمار والكلام ده كله، علشان ما ياخدوش على بعض ان هم يشتموا مع بعض ويسيقوا البعض ويهينوا البعض، وفي الاخر انتوا اللي ترجعوا تزعلوا. فاهميني ازاي؟ الله اكبر الله اكبر، الاذان بقى اذن وانا بسجل الفيديو. فعايزاكم يا جماعه نكبر مخنا شويه، تمام؟ عن كل دول عيال صغيرين، الاولياء الامور او الامهات اطلعوا بنفسكم من على العيال، ده ضربه يا ستي ما موتوش، شفتي ابنك سليم وزي الفل والضربه جت على كتفه ولا حاجه خفيفه، كبري مخك، ما دام ابنك ما جرالوش حاجه كبري وطنش. ليه يا حبيبي تضربه؟ طب مش انتوا حلوين مع بعض؟ مش انتوا اخوات؟ تيجي سلفتك عايزه تاخد لك حقك، ولا والله ما انت مد، ده ابني وده ابني، ليه واحد فيهم يا حبيبتي يضرب؟ اخوات ما يجراش حاجه، ده ضربته اختي التانيه هيضربه، ده هو العيال بتقعد.
هتلاقي نفسكم حلوين مع بعض ومفيش مشاكل خالص خالص ومفيش اي ضغينة ولا اي وجع قلب ما بينكم يعني، فاهميني؟ بتمنى الفيديو بتاع النهاردة في كلمتين مع شيماء يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة، ودايما تكونوا معايا يا رب كده. ولو اي حد عايز نعمل اي فيديو عن اي حاجة يكتب لنا في الكومنتات. مع السلامة.